وكلام العرب النبي يستذن به في النحو وما كان من القران صحيح الروايه سواء كان متواترا او شاذا فلا فرق في الاستدلال في القران في اللغه بين المتواتر والشاذ لانه لا يحل المروى بالمعنى فما روي منه من وجه صحيح صحيح الروايه فهو قطعا ارسل على محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لكن نسخ له او لم تتتابع شروط القراءه به الصلاة مثلا واختلف كذلك في دلالته الفقهيه كما هو معروف من و وقد بيناه من قبل وكذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط في ذلك الصحه عنه ولم يكن كثير من اهل النحو يستدلون بالحديث ل أن كثيرا من الحديث يرون جواز رواية الحديث بالمعنى إلا أن ابن مالك رحمه الله أكثر من الاستدلال بالحديث فكان صاحب الابتكار هنا فهو من أول النحويين الذين أكثروا الاستدلال بالحديث وقبله يندر في كتبهم الاستدلال بالحديث في كتاب سبويه وغيره كثير من النحاة الكبار ينظر في كتبهم الاستدلال بالحديث إذا أوردوه فسيكون حديثا أو حديثين يا سلام الكتاب مثلا فيه 350 آية كتاب فما وما فيه من الأحاديث إلا ثلاثة أربعة كذلك الآثار المروية على الصحابة بأذارها فإنها يستدل بها لأنهم من أهل النسان العربية على وجه السنقة وأشعار صدر الإسلام أشعار من كان في عصر الصحابة كذلك يستدل بها الله أشعار الشعراء في دولة بني أمية الذين نشأوا في دولة بني أمية فقد أباع عم العاصرة هم قبله المتأخرون قال السيوطي إذ كَذَا يقال المعاصرة تمنع المناصرة فهؤلاء من أبزار عمر بن أبي ربيعة ونصيب وجميل وكثير وبعد هؤلاء فرزقوا وشرير والأفطن وبعدهم عدي بن الدفاعي وغيلان وكان على شاكلتهما أما شعراء دولة بني العباس الذين يُنَفْطَمُونَ بالمحدثين فإن الراجح عدم الاستدلال بأشعارهم مطلقا في النحو نعم وإنما با يستدل بأشعارهم في البلاغة لأنهم أهل الصلعة والإتقان في هذا المجال وإذا ذكرت أشعارهم في النحو فإنما تذكر مثالاً لا شاهداً. فهي أمثلة لا شواهد، كأبيات المتنبي التي يتهجوا بها بالنحو وإنما يذكرونها تمثيلاً لا استشهاداً. وكلما تأخرت العصور كلما حصل بعضهم في الاستشهاد. لأن الأمر في الاستشهاد راجع إلى قوة السريقة يكون الإنسان سريقياً لا يتكلم بسريقته والذين هم في صدر الإسلام في شعراء الصحابة الاستشهاد بأشعارهم من الاستشهاد من جاهليين تماما ولا فرق وإنما بدأ الضعف في أشعار العرب بعد خالطوا الأعاجم